نؤمن بإله واحد، هو البداية وهو الجمال ولا نهاية، ومنه وفيه ولد الحب. الله الجمال الحب، ومن يستطيع أن يميز أو يفرق؟ رأى الله جميع ما صنعه، فإذا هو جميل جدا، والأجمل هو الإنسان الذي هو على صورته ومثاله. إنه الخالق الفنان الأكبر، والفنان هو كما يقول سعيد عقل زميل الله في الإبداع، يحاول يغامر يطمح، وهدفه الأسمى هو الوصول إلى الله، أي الكمال. من هنا حكايتنا مع الله والجمال والحب، وتختصر الحكاية بكلمة واحدة في لوكالية: حب الجمال. لا غرابة في اللفظة ولا استعارة ولا ادعاء، كلنا في شوق إلى الحب والجمال. بالكلمة نسعى، بالريشة، بالإزميل، بالحركة، بالصوت، بالموسيقى، وكأن الفنان هو صورة الله المبدع، على حد قول القديس يوحنا بولس الثاني. وتطول حكاية الحب والجمال وصولاً إلى هذا الدير، بناء خازني عام 1744، وقف للبطريركية المارونية ومدرسة لتعليم البنات 1863. ومن هنا تخرجت مي زيادي، ويهجر الدير لأسباب ولأسباب عشرات السنوات. ولكن العناية الإلهية ألهمت سيدنا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لوضع هذا الدير في عهدة جمعية فيلوكالية بإشراف سيادة المطران حنة علوان، وبإدارة الأخت المؤسسة مارانا سعد، وبهدف تنمية الإنسان والترقي به من خلال دراسة الفن ولا سيما الموسيقى، والانطلاق إلى عالم الإبداع والحرية والفرح. هذه المبادرة اتفقت وانسجمت مع مبادرة الهانجري هيلبس بروجرام، عندما رصدت المبالغ المالية المفيدة لترميم هذا الدير وجعله كما هو اليوم، متحف فن وجمال. هذه الرسالة السامية ابتدأت من دير مار يوسف جربتة سنة 2010 تحت اسم جوقة ومعهد القديسة رفقة، وهي التي فتحت الأبواب للنشاط التعليمي والموسيقي في لبنان وفي أنحاء العالم. وفي 2018 انطلقت الرسالة من جربتة إلى عنتورة، وجرى ترميم دير الزيارة سنة 2021، وتأسست جمعية ومعهد فيلوكالية بصورة شرعية وبتراخيص رسمية من الوزارات المعنية. وإذا بالنبتة الصغيرة تنمو لتصبح شجرة فنية، أغصانها تمتد من الموسيقى إلى المسرح والرسم والنحت والغناء والطبخ. جرى تدشين دير سيدة الزيارة بمباركة ورعاية سيدنا البطريرك الراعي في 18 حزيران 2021، بمعنى أننا في 18 حزيران الجاري نكون قد أنهينا 3 سنوات كانت ثرية بالعطاءات الفنية المختلفة. بسنوات قليلة وضعت فيلوكالية نفسها على خريطة النشاطات الثقافية والفنية والروحية اللبنانية والعالمية، ولمع اسمها إلى حد اجتذبت الآلاف إلى حضور الحفلات التي تشارك فيها، وتكاثرت الهيئات التي تطلب التعاون معها. وضعت جمعية فيلوكالية هيكلة تنظيمية تمتاز بالحداثة والتنوع في الفنون المختلفة، من المعهد إلى سكولا كانتوروم، إلى تعدد الجوقات كجوقة فيلوكالية وجوقة الأطفال وعشتار وإيمنوس، إلى فرقة الأعواد
وفرق الطلاب المختلفة، واختصاصيو الفن والإعلام في أوروبا وأمريكا يشهدون لهذه الجوقات بجمالية الأداء ورفعة القيم الفنية. وقد أحصينا لا أقل من 239 مقالة إن في الصحافة أو في وسائل الإعلام المختلفة التي تثني على جهود هذه الجمعية وعلى ما تقوم من إشعاع فني في كل المنطقة. وأصبح دير الزيارة مركزاً ثقافياً مشعاً لا في منطقة كسروان فحسب، بل في كل لبنان، فالحفلات تتوالى كما المعارض والمحاضرات واللقاءات والمسابقات والاحتفالات الدينية المختلفة. وإثر ذلك نشأت جماعة فيلوكالية من فتيات أردن التتلمذ للمسيح في مدرسة الحب والجمال ليكرسن حياتهن في المستقبل لخدمة الكنيسة. والدير أصبح دار الميلاد بحفلات مرتبطة بعيدي الميلاد ورأس السنة، كما أصبح الدير دار العود لنشر ثقافة آلة العود وتنظيم ورش عمل ومسابقات في هذا الحقل. كما تحول هذا الدير إلى مساحة حرة للحفلات الموسيقية إن مع أصدقاء الجمعية وهم كثر، وإن مع تلاميذ المعهد الذين أبدعوا في تنظيم المعارض والمسابقات والمحاضرات والاحتفالات الدينية. حتى يمكن القول أننا في 3 سنوات استقبلنا أكثر من 150 حفلة موسيقية، 24 محاضرة، 6 معارض، عدا اللقاءات اليومية أو الأسبوعية بمناسبة الأيام أو الأعياد الموسمية. هذا فضلاً عن الأنشطة الاجتماعية والحملات الإنسانية لتوزيع الألبسة والهدايا والمواد الغذائية واستقبال الهيئات والجمعيات، وأحياناً بعض الأعراس، وأحياناً بعض المناسبات المختلفة. والأحلام تتوالى وتتوالد، ففي لوكالية تتابع طريقها، لن تثنيها لا الشهرة ولا الأضواء، هدفها الرسولي المسيحي الإنساني أن تكون شمعة مضيئة في عتمة هذا الليل الطويل الذي يعانيه الوطن، وطموحها أن تستكمل رسالتها في تطوير الموسيقى وإنماء الفنون دون تردد، وبالالتزام بعيش الإنسان في وطنه بكل كرامة وكل حرية، وتمكينه من الاختصاص في هذا البلد منعاً للهجرة. أجل، إن الوقوف في وجه الهجرة لا يكون في رفع الشعارات والمظاهرات، بل بالعمل على فتح المجالات أمام أولادنا والتلاميذ لمتابعة الدراسة والاختصاص والإبداع على أرض الوطن الذي يحبونه. وأملنا أن تكونوا أنتم يا نخبة هذا الوطن خير معين لنا وخير سند، لتبقى فيلوكالية أمينة على الوزنات التي أعطيت لها، فترمم ما دمرته الأيام الصعبة وتجدد الروح الإنسانية، كما جاء على لسان البابا فرانسيس: كما يجدد الماء الصحراء الجافة والقاحلة. شعارنا سيبقى إلى الأبد: الجمال هو حب الله، والله هو حب الجمال. فيلوكالية، يا الله.